السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا دايما بألف خير. وقدم لكم أسعار صرف الدولار والعملات تحديث على مدار اليوم من قناتي أنا وحياتي لأسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء، فضلا وليس أمر. أتمنى تشرفوني وتنوروني إخواتي باشتراك ولايك، جزاكم الله خيرا. أسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء: سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء 67.83 جنيه، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 157.08 جنيه، سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء 13.22 جنيه، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء 13.09 جنيه، سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء 12.83 جنيه، سعر اليورو اليوم في السوق السوداء 52.14 جنيه، سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء سجل 49.09 جنيه، والبيع سجل 50 جنيه. بشكر حضراتكم لحسن استماعكم، بتمنى لكم الخير والصحة والسلام على الدوام. في الختام دايما أسأل الله لكم الخير كله يا رب، عاجله وآجله. دمتم في أمان الله ونعمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.